السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الواحد مثلا يكون في اجتماع وعايز يحتاج ان هو يشرح، فانا جايب 3 ادوات نقدر نعتبرهم مثلا سبورة او وايت بورد، تقدر تكتب عليهم زي ما انت عايز، تشرح عليهم زي ما انت عايز. فيهم تولز كتير كويسة، فممكن مثلا ترسم مثلا بالشكل دوت، وبيديك ان انت ترسم حاجات الوان مثلا، ان انت ترسم اشكال مختلفة اهو. تمام، تقدر ان انت ترسم حر مثلا، تقدر ان انت تكتب، تقدر ان انت ترفع صورة، تقدر ان انت تمسح الادوات، تقدر ان انت تعمل مثلا فريم تول او ويب امبيد او ليزر بوينت زي ما انت عايز. تمام، فدي بتشرح عليها وتختفي على طول، مجرد بس ايه الناس تشوفها. وبعد ما تخلص تقدر تعملها شير، وتقدر ان انت تسيفها كصورة. تمام، تقدر تعملها اكسبورت، تقدر ان انت تعمل لايف كولابريشن، يعني اكتر من حد في الفريق يبدأ ان هو يشتغل معاك في نفس الثانية ويبقى شايف انت شغال ازاي. تمام، وفي لغات كتيرة جدا منهم اللغة العربية، تمام، بحيث ان انت تقدر تكتب براحتك زي ما انت عايز. فدي 3 تولز اللي هنتكلم عنهم، مجانيين اوبن سورس مفتوحين المصدر، وتقدر انت تشتغل بيهم في اي وقت بدون اي تكلفة وبدون اي مشاكل خاصة. هنا مثلا هو تقدر ان انت ترسم زي ما انت عايز، وتقدر ان انت تختار الكالر، بالشكل دوت تقدر ان انت تكبر المساحة، تعمل عليها زوم، تعمل ريست للبان، تقدر ان انت تاخد تكست تكتب زي ما انت عايز، تقدر ان انت تعمل امبورت او اكسبورت للدروينج، تقدر تشوف الاعدادات اللي موجودة، تقدر تعمل باسورد. واخيرا برضو التولز ديت التلاتة سيبهم في وصف الفيديو، تقدر انت تستعين بترسم بقى اي لون انت عايزه بالشكل دوت، والفرشة تقدر انت تغير فيها. تقدر تمسح لو انت حابب، تقدر تكتب تكست، تقدر تعمل نوت معينة، وهكذا. فهتفيدك برضو، فأي تولز من دول تقدر تشتغل بيهم مجانا وبدون أي تكلفة إن شاء الله.